هذه وقفات الاحرار مول البايعنا 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 والله عار على الرجال النايمه والله عار على الرجال النايمه والله عار على الرجال الساكتين طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. طبعا موضوع الكهرباء هاليومين يسيطر على الأحداث في العراق والغضب الشعبي مستمر، حيث أفاد ناشطون بأن متظاهرا استشهد برصاص القوات الأمنية فيما أصيب آخرون عندما خرج أهالي قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان في تظاهرات ليلية للمطالبة بتوفير الطاقة الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة الكبير. الناشطون قالوا بأن متظاهرا يدعى سيد صلاح استشهد وأصيب آخرون عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج على انقطاع الكهرباء المستمر في قلعة صالح، كما اعتقلت هذه القوات عددا آخر منهم. كما أكد مصدر في صحة ميسان بأن أحداث قلعة صالح أسفرت عن استشهاد متظاهر وإصابة 5 آخرين بجروح. يعني بالعراق تنقطع الكهرباء عليك تماما، تطلع تظاهرات الطالب بها تنكتل. هذا اللي صاير بالعراق منذ 18 سنة. يعني ما أعرف هذه القوات اللي تطلق النار على المتظاهرين السلميين شنو يعني عوائلهم عندها كهرباء 24 ساعة؟ مو أنتوا نفس الشيء هم عايشين نفس عيشة هؤلاء، هم ترجع من الدوام ترجع لبيتك تلقي أهلك ما عندهم كهرباء وصايحين الغوث ولا عندهم مي. فيعني شيء عجيب أنه استمرار آلة القتل وأطلاق الرصاص الحي من قبل أفراد القوات الحكومية على المتظاهرين السلميين. هو طالع بتظاهرة يطالب بكهرباء، أنت تقتله ليش؟ ليش تقتله؟ يعني فوق ضيمة سببت مصيبة وكارثة الأهل بتوجيه الرصاص إلى صدره وقتله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا يواصل العراقيون تظاهراتهم في العديد من المحافظات العراقية احتجاجا على انهيار المنظومة الكهربائية والفشل الحكومي في التعامل مع هذه الأزمة منذ سنوات. في محافظة البصرة خرجت كذلك تظاهرات ليلية للمطالبة بتحسين تجهيز خدمة الكهرباء وإقالة المسؤولين الفاسدين في المحافظة، في حين قامت القوات الحكومية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في منطقة الشرش في البصرة، كما قامت القوات الأمنية بقمع المتظاهرين قرب التقاطع العسكري في المدينة بالقوة. طبعا ممكن أنه المشاهد العربي، المشاهد العراقي يعرف الموضوع، المشاهد العربي يقول ليش تظاهرات ليلية؟ لأن بالنهار درجة الحرارة فوق 50، الناس ما يقدر تطلع، ما تقدر تطلع وما عنده كهرباء، فينتظر إما الجو شوية يكسر على المغربية على الليل حتى يطلع تظاهرات، لأن يعني إذا طلع بالنهار راح ينتهي من الحر، يبقى بالبيت والبيت هم ما بيه كهرباء شي يسوي. ويطلع رئيس الوزراء يقول لك أمرنا بتشكيل لجنة وخلية أزمة وإلى آخره، والشعب العراقي شبع من اللجان التحقيقية من 2003 ولغايتنا التي لم تقدم ولم تؤخر ولم تغني ولم تسمن من جوع. نعم، معنا اتصال أبو صالح من صلاح الدين. تفضل أبو صالح.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. شونك؟ يا هلا بيك، أهلا وسهلا. هذه ابن عمي شغلة بعد مرتنا انتهت بعد احنا مع مظاهرات، قلت لك إذا ما الصير الضرب منبه الشعب مع هذول أسع مثل البارحة حتموا لك فينا بربيعة، أخذوا الساحة قوة الميليشيات أخذوها قوة، خمسة قتلة انتتلوا وجنوات من الصواريخ قتل كتفيك يضربون الإبراج. ابن أخويا انتهت. هذه عندك هذا الساعة يقول لك أبو حيرة حبانية ابن عمي، هذه أي دعس يطلع دعس مرشي، هذه قوات ميليشيات الولاء المالكي وهذا العسكري تلحت علي، هذا اللي شغلتهم هم على هالشغلة هذه. احنا بعد نروح الحكومية هذه ايش انفصلا بينه. نعم. الباحث خبر بيها ياخذ لك الساحة مليار و600 هم ظلم من لهم من النجف ابو خرزة يقولوا له هذا من النجف ابو خرزة ولا الكهرب خيسنا منها. تخميل ايران، تخميل ايران تقول اما نعيد الكهرب من عندنا تنطيكم تضخ لهم دولارات وما تقول ما نخليه. نعم. شو تفسر انه عندما ترتفع درجات الحرارة تقوم ايران بقطع التيار الكهربائي؟ يعني تدري ايران تجهز كذا ميجاوات للعراق عن العراق بحجة بأنها يعني يجب على العراق أن يدفع الديون المستحقة إليه، هل هو أمر متعمد برأيك؟ والله يا بعد شنو؟ نعم. شنو عجل يا أخوي؟ كل مصلحة ابن عمي هل تعني مصلحة وياك؟ مصلحة وياك إذا ما سويك طعق طريقك ما خليك تعبر، لما سوينا الحشد شراف وخش وادم على ساعة تلقى أي واحد يشبه حندو ويقول 4-5 بيوت ببغداد. ابن عمي احنا كل شيء معاه وقلوا لك اياها وقلنا لكم اياها، الصواريخ اللي قاعد تعبر على سوريا اذا ما تنقطع غادي خربت الدول العربية بنوبة الشرق الاوسط. بس نقول ان شاء الله بعد ازود. ابن عمي غنيم راحت لها غنيم العالم بالمليارات، واحد قابل للسجن يبيعون المعالم الوبيع، واحد قابل للنفط، وهذا قابل للساحة. حتى نحجوا العالم على ساحة الطماطم ربيعة قاموا يتأجرونها قوة قوة مليار 600 مليون يصيب يطلعون شمر يطلعون جبور يطلعون جحيش، احنا ناخذ الساحة الصفراء ما خلوا قعدونا بس نمشي بهالحرب ومركبوا خلقنا جعب الفي كاسروا ويترح نتعلح تشوف حتى تفيدنا متعال. نعم. شوف بكي رب العالمين ولا ما ضلت لنا يعني احنا. نعم. عدونا ايران دمرت العراق ايران. نعم. انا اشكرك ابو صالح من صلاح الدين كان معنا. معنا حسن من الانبار، تفضل حسن. حسن تسمعني؟ اسمعك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك. يعني كهرباء يا اهلا بك، كهرباء ماكو، رئيس الوزراء دعا أو أمر بتشكيل لجنة تحقيقية، اليوم انكتل مواطن في قلعة صالح بمحافظة ميسان بعد ما طلع أو طالب بحقه بتوفير الطاقة الكهربائية، وكذلك أصيب 5 أشخاص. يعني شو نفسر هذا الأمر؟ إنه يعني شنو الكهرباء 18 سنة ما يسووها بالعراق وصرفوا عليها 81 مليار دولار ويجون يقتلون الناس اذا طلعوا تظاهرات. هاي الحكومه ما زالت تابعه لايران، تابعه لامريكا، ما زالت تابعه لجهات خارجيه، فتامل لا تنطوك شيء. هذول مجرد شيء يخربون، يعني شلون يدهقون الشعب العراقي باي شيء يدهقونه، يعني يريد يعني يمللونه، يشوفون اي شغله، لان العراق بيه بترول بيه نفط، شوف امريكا تريد تامر علي اسرائيل كلها، فما فايده بحجه نوب جابونا الارهاب حتى يدمروننا حتى يفوتون علينا، يبيعون علينا الأسلحة سوق، يعني سوق مال استهلاك مشروع علينا الأسلحة من أجل أن يستفيد، ما يصفى إلا من قرحة حكومة خاصة من التدخلات الخارجية، لأن حاليا نشوف هسه يدمرون لا خدمات لا كهرباء لا ما كل شيء ماكو، ويطلعون مظاهرات حتى يقوموا يكتلون بيهم حتى يهججونهم، لأن البلد بلد حضاري، بلد عظيم، بلد تاريخي،
ماكو فايده هيك، خلونا نزع الطائفيه بيننا وشيء، حتى ما حد قدرنا احنا نحمي احد، لا احد يقف ويا احد، لا حتى البلد براحتهم يعني شلون بسبب الخلافات نعطيناهم فرصه يتحكمون بينا. اي سيدي، فيعني نقول نسال الله المستعان وان شاء الله يرجع العراق مثل من قبل يعني، بس ما في فايده يعني هذول ما نتامل منهم كل شيء، هذول يعني كانوا دحين بوربو لما لمتهم امريكا من شوارع اوروبا وجم، فلا تتامل منهم الخير. نعم الله المعين. أنا أشكرك حسن من الأنبار، كان معنا أبو حسن من بغداد. أبو حسن، اليوم استشهد أحد المتظاهرين في ميسان وأصيب 5 آخرون بعد مطالبتهم بتوفير الطاقة الكهربائية، يعني لازم تنقطع عليك الكهرباء والماء وما عندك وظيفة وتعيش بالظلم وتظل ساكت، لازم تطلع تظاهرة تقتل. أبو حسن، أخوي عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هي الأشياء المهمة للشعب يعني، فالصعبة هي لا، مثلا داعب الكهرباء يضربوك، داعب الصحة يضربوك، داعب المعيشة يضربوك، داعب حقوقك الشرعية يضربوك، هم جايين متمرسين على الشغلة هاي، يعني هم جايين لتدمير العراق. يعني داعي على الكهرباء يعني لو واحد لو يعني مو بشر ما يهمه، بس تشوف طفل على الفيس، طفل مقعد يبطشيس ومنقعيه ويغفي ويريد ينام، هذا تعذيب للبشر. فهم جايين بيعذبون البشر، بيعذبون العراقيين، بيعذبوهم يعني. اكو مناطق هسه يعني حال الضيم حالهم، منو حاسب ما يحسون بالشعب. هم جايين تدمير العراق وجعله العوبه بيديهم، يعني كل واحد مسوي له جيش ومسوي له ميليشيا، أو كل واحد مخلي له وزير أو يأمرون الوزير، ما دي يسووا خلية أزمة، ما دي شنو هاي اجتماع عندهم. نعم. هو شو قلت هذا الكاظم يسوى شيء للشعب يفيد، سوى قال حسوي فلان على قتلوا المتظاهرين وكل شيء ماكو، الناس اللي دي يموتون بالمستشفيات وقال راح على وزارة الصحة، زين لما عفوا وزير الكهرباء هسه راح تسوي يعني هسه صار عندهم ظنية شاف الشعب التهب. فهم دول جايين كلهم خنازير لتدمير العراق، عندهم انجازات خارجيه، واحد الايران، واحد الامريكا، واحد اسرائيل، واحد البريطانية، والدجاء البطه فرنسا وغيرها وغيرها. هم ما يقدرون العراق، بس جابوا هاي استخوات التحالف المجرمه اللي دمرت العراق باتفاق ويا دول الطلاب مالتهم الدمى مالتهم. نعم. فلا تتوقعون يعني الشعب ايش منتظرين؟ يعني يا شعب العراقي انت لما داعب حقك وده يضربوك، اول ما تطلع تظاهر يضربوك، حولوا عليك الجوقه كلها هاي وضربوك، يقتلوك ما يهتمون، يجرحوك ما يهتمون، يعوقوك ما يهتمون. فيا عراق اصحوا اصحوا اصحوا، يعني الى متى؟ يعني كل الظلم هذا وما تحسون بالظلم اللي صار بيكم؟ يعني هذا الاجحاف حقوقكم، حقوقكم مسلوبه، صحتكم مسلوبه، اكلكم مسلوب، كل شيء عندكم مسلوب، ايش منتظرين؟ نعم. ولما قلت لك احنا مو شعب واحد، ما حد يصدق بيه. ذاك اليوم حشيته وقالوا لا احنا شعب، لا مو شعب واحد. يعني هاي الميليشيات القذره جايه من ايران وبيها عراقيين همين، يعني ماكو هيك حقد حقد. لا بس حقد يعني مو طبيعي. لا الشعب الشعب واحد، اما يعني انت كل شعوب العالم بيها اختلاف بالدين وبالمذهب وحتى بالتوجه والتفكير، يعني الاختلاف ليس عيب في اي بلد كان. اما انه يقول الشعب مو واحد، يعني انت يعني في زمن النبوه صلى الله عليه وسلم موجود من المنافقين كثير، صح لو لا؟ افهمك اخوي، اساس روح بعيد. فهذا موضوع عمر. موضوع يعني ما نقول طبيعي، ولكن هذا موضوع دارج في الحياه، يعني في كل مكان يعني وفي كل زمان، في الفاسد وفي السارق وفي الشريف وفي الوطني. يعني نعم. اخوي عمر انت احفظ حساب صغير الله يرضى عليك. نعم. انا لا اسير ادب ولا بحفظ. هسه لما تصير عشيره بين عشيره في المشكله. نعم. مو كل واحد يطلع لسانه طوله يموت، حقوقكم مسلوبه. نعم. ليش ما تطلعون لسانتكم وتحاسبون هذول السراق والقتله والارهابيين؟ مو هاي تقتلك كل شيء صار عنده مشكله بين عشيره وعشيره بس مره، مو على الدينار، اذا انتم على الدينار طلقات ورمي وخبط قاطين الدنيا كلها، يعني هذول اخذوا حقوقكم عليه من ساكتين بعد، يعني بس انا والغريب على اخويا
ما ادري والله يا اخوي عمر شو اقول لك على الناس هاي، ما ادري ما ادري يعني كلهم ما ادري هم امريكا واسرائيل يعني بلد بلد دمر يعني، يعني دمروا الارض، الزراعه، الصناعه، الصحه، التجاره، ما خلوا شيء ما دمروا. الله وعسى وان يصحى الشعب هذا لا اله الا الله. امين يا رب. انا اشكرك اشكرك ابو حسن من بغداد كان معنا. طبعا كذلك اهالي حي الجمهوريه في محافظه البصره تجمعوا بطوابير طويله للحصول على قوالب الثلج بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. ياتي هذا في ظل انهيار منظومه الطاقه الكهربائيه في عموم العراق والفشل الحكومي في اداره ازمه انقطاع الكهرباء منذ سنوات. مفوضية حقوق الإنسان في العراق أقرت بأن محافظة البصرة تواجه نتائج خطيرة وكارثية للأوضاع السيئة فيها من جراء القطع التام والمتكرر للتيار الكهربائي. وقالت المفوضية بأنه على الرغم من الأوضاع السيئة التي تعيشها البصرة بسبب انهيار منظومة الطاقة الكهربائية، لأن هناك إهمالا حكوميا واضحا في معالجة الأزمة في ظل شح وتلوث المياه، مشيرة إلى أن البصرة تشهد انتهاكات خطيرة وكارثية ويجب إحالة المسؤولين عنها إلى القضاء. في محافظة ذي قار جدد سكان مدينة الناصرية تظاهراتهم أمام محطة كهرباء المحافظة احتجاجا على الانقطاع التام للتيار الكهربائي على الرغم من تجاوز درجات الحرارة حاجز 50 درجة مئوية. معنا اتصال أبو أحمد من بغداد. تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. شلونك أستاذ عمر؟ يا هلا بك. إن شاء الله بخير. الله يسلمك ويخليك. الله يحفظك. نعم تفضل أبو أحمد. تسمعني أبو أحمد؟ انقطع الاتصال مع أبو أحمد من بغداد. طبعا أظهرت يعني كذلك لقطات مصورة بثت على منصات التواصل الاجتماعي وممكن نشوفها في الشاشة ونحن نتكلم، اكتظاظ شوارع مدينة الديوانية في محافظة القادسية بالمواطنين واصطفافهم في طوابير طويلة من أجل الحصول على قوالب الثلج والماء البارد بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بشكل كامل. هذه وعود الديمقراطية والحرية والرفاهية الاقتصادية اللي جابوها الجماعة معاهم مع الاحتلال الأمريكي بعد العام 2003 ولغاية الآن. أفلحوا في السرقة، نعم أفلحوا في الفساد، أفلحوا بزرع الطائفية التي ماتت ولله الحمد، أفلحوا بالخطاب الطائفي، أفلحوا بتقسيم الحصص فيما بينهم وتقسيم المناصب فيما بينهم، أفلحوا بالسرقة كما قلنا، وأفلحوا بقتل العراقيين، وأفلحوا بتغييب العراقيين، وأفلحوا بضرب كرامة العراقيين. يعني هذا اللي أفلحوا به، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا ببناء دائرة وليس مدينة أو محافظة أو دولة. هذا اللي حصل. وهل يعني هل اكو بعد 18 سنه من تجربه هذه الوجوه وهذه الاحزاب؟ يعني مرات تشوف على منصات التواصل الاجتماعي انه السيد فلان والزعيم فلان ورئيس الحزب الفلاني اللي تم تجربتهم خلال 18 سنه يذهب الى محافظه من المحافظات او المدن، يعني تجد البعض يقوم باستقباله. و فمثل ما أبو حسن تكلمنا معه، في كل زمان وفي كل مكان هناك من يصفق للسارق ومن يصفق للظالم. يعني هذا حال الدنيا، ولكن أغلبية الناس لا ترضى بهذا الظلم ولا ترضى بهذا الحيف الواقع على الشعب العراقي منذ 18 سنة. معنا اتصال أبو أحمد يعاود الاتصال بنا من بغداد. تفضل. عفوا عبد الرزاق من بابل. تفضل عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. اليوم شهير سقط في محافظة ميسان وأصيب 5 آخرون بعد إطلاق النار عليهم من القوات الحكومية، لأن طلعوا بتظاهرات سلمية طالب بالتيار الكهربائي. هذا أصبح جرم وجريمة وإرهاب لدى الحكومات المتعاقبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة والخلود لشهداء العراق والصبر والسلوان لجميع الشعب العراقي على المأساة اللي جاي يمر بها هذا الشعب المظلوم. دكتور، بالنسبة للمنظومة الكهربائية تعرف أنت كل زين خاضعة سيطرة الكتل السياسية وقادة وتدخلات الخارجية، يعني الكتل السياسية بالداخل تعرف التنافس بيناتهم، حزب يسقط الحزب الآخر، يعني ما تعرف وزارة الكهرباء خاضعة سيطرة حزب وبقية الأحزاب تريد سقط هذا الحزب حتى على موت لا ينجح، وهو بالفعل يعني هو الحزب اللي مسيطر على هذه الوزارة هو حزب رفاش. هذا بالنسبة للداخل. أما شو العدويين، العدويين متناقضين بكل شيء وبكل كل الأماكن، لكن بالعراق اتفقوا على تخريب البنية الشعب العراقي اللي هم إيران وأمريكا اتفقوا على دمار الشعب العراقي. النقيضين أتهم غايات بقطع الكهرباء. إيران تعرف كل زين يعني أهم شيء منافعها الخاصة، يعني هي المنافعها الخاصة أهم شيء، ما تهمها هذه الشعارات الدينية وغيرها، وهذه يعني كل يعرف بأنه الإيرانيين مصالحهم ومنافعهم فوق كل شيء، وهذا يعني إحنا نحترمهم على هذا لأنه أهم شيء هي الأولويات البلدان ومنافعها. لكن إحنا تجي السياسيين العراقيين مع كل الأسف ولاءاتهم يأخذون من خيرات هذا البلد ولاءاتهم لدول أخرى وما يهتمون بهذا البلد. بالنسبة لأمريكا، أمريكا أيضا عندها غايات أخرى لتدمير تدمير الخدمة اللي توصل للشعب العراقي ومن ضمنها الكهرباء. فيا دكتور مصيبتنا كبيرة، وإذا ما يتوحد الشعب العراقي نبقى نعاني من المعاصي هذه المتكررة على الشعب. أسأل الله أن يحفظ العراق والعراقيين ويجمع كلمتهم، لأنه كافي يعني هالبعث المرار والعذاب هذا والسكوت على الظلم، لأنه السكوت على الظلم صراحة يعني يؤدي بنا إلى خسارة كلش كبيرة. وتحياتي لك دكتور. شكرا جزيلا لك عبد الرزاق من بابل كان معنا. ابو احمد من بغداد يعاود الاتصال بنا، تفضل ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. عمر شلونك حمي؟ يا اهلا وسهلا بك، يا اهلا بك. وياك ابو احمد من الحريه الغزاليه حريه. اهلا وسهلا، تفضل. الله يسلمك. والله انا يعني المتصل اللي قبلي اللي طلع قال هذه شغله احزاب، فعلا هي هاي شغلة أحزاب، وثلاث أرباع الأحزاب مسيطرة على شغلة الكهرباء والوزارة. زين، وهذه ما تفض من عندهم، يعني شوفوا ذولا اجونا نغمة مو نعمة. زين، هذا عندك عمار الحكيم وهذا العامري ونور المالكي وذولا الحبر بشية وهمام حمودي، واحد كان سدح وواحد الثاني كان هناك خلينا بالجراجات، فما تصير لهم شارع عمي. كفيلك الله، احنا واقعين بيها ومتدمرين، إلا مو احتلال ثاني النوب يقطع رؤوسهم ويخلصنا من عندهم هم وميليشياتهم، ما منها كل شارع وكل نتيجه ماكو. هاي وحده. اثنين، مقتدى الصدر هو مسيطر هسه، ترى هيك هذا مثل ما يقول حديد عن الطنطل نور الكاظمي مصطفى الكاظمي، يجيبه يمنى ويوديه يسار، يجيبه يسار ويوديه يمنى. ايش سوى ما سوى بالمتظاهرين وبثوره تشرين وبالمظاهرات؟ فيا عمي ما لها تصير شارع هذه الا مو الله سبحانه وتعالى ينتقم من عندهم ويخلصنا من عندهم. يا ابو خطاب، الله وكيلك، الله وكيلك. خمس ساعات ست ساعات تجيلها ساعتين على اساس اشتغلت لها 10 دقائق وطفت لها ثلاث ارباع الساعه. النوب ايش سوى؟ طفاها نص ساعه وشغلها 10 دقائق الى ان كملت الساعتين. ماكو كل نتيجه، هم مرتاحين وعلى التبريد وعلى المكيفات وعلى التبريد المركزي، والشعب هذا ضايم. بس انا مع احتراماتي لك وللطيبين، شعب ما بيحظ، شعب جبان، شعب لو بيحظ مثل بقية الشعوب يقدر يطلع وينتفض يخلصنا من هالشلة هاي الساقطة. بس شعب ما بيحظ، شعب ما بيخير مع كل الأسف.
زين انا كم دوله بدوله رايحين يحترمون رجل الدين يحترمون المفتي بس ما انا مشوار السيد السيد اللي انا مشوار ما يفيدني وما يخدمني شنو فايدته لي هذا؟ فما عندي غير مرجعيه رب العالمين واهل البيت انا عندي. زين على ابن ابي طالب عليه السلام يعني من 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 تعارك وكاتل وحارب غير من اهل المسلمين جميعا يهم هسه هذا يعرف على ابن ابي طالب يعرف اهل البيت هذا نور المالكي يشوف هسه بعد اسبوعين رمضان المحرم اسبوعين والثلاثه يجوا محرم ورا العيد وشوفه راح يصب موكب ويضرب زنجيل ويضرب قامه ويضرب ويقوم يلطم وبريء منا الحسين ابو عبد الله بريء منا اليوم القيامه ومن نور عمار الحكيم مقتدى الصدر وهذا العامري هذا العامري اذا خسر القناه وغير قنوات انا شايفها يطلع يقول الامامه شلون الامامه وجه حشاك وجه سلوقه هم سلوقه احسن من عنده يا عمي هذول نقمه مو نعمه دمار ذولا احنا نريدكم شويه تواكبون تطلعون يعني شكو شغلات مو زين الفساد والبوق والنهب والاعمال المشيئه اللي سووها تطلعونها على قناتكم الشريفه قناتكم المباركه يا ابو خطاب نطلعها احنا اول باول مليانه بالقران نعم نطلعها انا يعني ولو طولت عليك بس والله ما يملى بقلبنا يا عمي بالله العظيم الله يعينكم والله يعينكم يعني ولو ما مقصرين انتم جهودكم زين نعم. يقول والساكت عن الحق شيطان اخرس نعم. فانتم ان شاء الله يعني حقكم ظاهرين بالله والاعلام بس نريدكم هم شويه بعد يعني تواكبوني اكثر باكثر نعم مليانه والله مليانه يا ابو خطاب بالله العظيم والله ذاك اليوم بالقران انا واقف قاعد على يا قناه الحره يا قناه طلع عمار الحكيم والله انا العصر رحت لهذا يا ابو كورونا واحد دكتور ليش بالكراده نعم كراده ماخذها وجادريه وطلع ذاك اليوم على احدى القنوات يقول انا قاعد بمجتمع ايجار ومطلوب لحد المعارف احد معارفه يطلب عمار الحكيم وقاعد بمجتمع ايجار بالله عليك هذا يا هذا يا بهيمه اللي يصدق بها محترمات لك يا فاهم يا عاقل وين يودونا وين يجيبونا يا عمي دمرونا هذول والله ما كانوا شبعانين مي بارد ما شبعانين برا زين هسه احنا بالله نقول صدام راح الله نقول الله يرحمه راح ما نقول عليه غير شكل بس غير جونا على اساس نعمه يفيدونا لا والله يا عم ذاك النظام اشرف من عندهم وانبل واحسن من عندهم فاحنا اتمنى لك الموفقيه ولو طولت عليك ثاني اشكرك ابو احمد ربي يحفظكم والله يفرج عنكم يا رب معنا سيف من بغداد تفضل سيف حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله أنا وسهلا بك شارك أخوي العزيز يا حبيبي الله يسلمك ويخليك يا ريت نص التلفزيون الله يحفظك رحم الله والديك والديك حبيبي شارك قلبي والديك عيني بخير الحمد لله الله يسلمك ويخليك الله يخليك رحم الله والديك طبعا أنا أشكر أخوي أبو أحمد اللي كان يحكي قبلي هسه ولو خلنا شيء نحكي ونسولف على المعاناة مالتنا الرجال هو ذكر كل معاناة نعم. طبعا اخوك من بغداد من قضاء المحموديه يا اخي احنا تاذينا تاذينا مو طبيعيه كهرباء مالتنا تعبانه الكهرباء تعبانه يعني احنا صفر صفر هي والماكو سوى المي الله وكيلك ومحمد كفيلك صار يا ما احكي لك شخصيا صار اربع ايام او خمس ايام والله نقطه مي ما عندنا جبت اشتري مي ارو واغسل بالبيت يعني تاذينا يعني ليش يعني احنا الوحيد بالعراق هيك وحيدين احنا هيك شيء يعني بس ارجعتي ضايعون احنا اغلى الشعوب وافضل الشعوب بالماليه وبالنفط وبالبترول وبالمواد يعني ليش احنا هيك؟ يعني ما يعني دوله احنا عم ما يخالف على عيني وعلى راسي بوقو بتحط شوي للشعب استفتونا يعني ما يصير يعني والله تهدينا بالقران تهدينا يعني بشرفك واحد ما حد يميز محبيته الله وكيلك تخاب راح يهون يقول لك ها والله صوت الكهرباء مضروبه يعني ادري انت ما عندك محطات يعني انت ما محسب حسابك ما خلك مولده تشتغل تسوي للعاله يعني والله العظيم تأذينا يا استاذ بالقران تأذينا سعر الانبياء 20,000 و25,000 الله شاهد ورسول نعم زين يعني سيف هسه هم اذا قالوا الكهرباء انضربت المحطات زين والعام وقبل سنتين وقبل ثلاثه ما هو الوضع هو ما تغير شيء يعني استاذ هسه هاي الكهرباء ما لها حل وهاي بدها تطلع بروفيسورات يطلعون دكاتره يقول لك اني الكهرباء هاي السعوديه مطتك الكهرباء بس بالسنتات بدل باقل السنتات
يسألكم عم نعطيكم اياه، شو تريدون نعطيكم؟ يعني تشلبين على على تشلبين كله على ايران، كله على ايران، ايران ايران، يعني شلون يعني ما اعرف والله والله تفجيرك انت ما نعرف ايش تحكي بالعرب، الله وكيلك ومحمد كفيلك. يعني ما يصير في شيء يعني الشعب كله معتمد على ايران، على رب ايران، الشعب كله صار صار يكون على صدام حسين، يعني يكون على صدام حسين، عم صدام حسين كان عنده حزب واحد، احنا الف حزب يحكمنا، الف حزب يحكمنا، نريد نفتي من الشقيح، من الزغير، من بيد من بعمامة من نركوب، المنخاف. نعم. يا اخي ما يصير استاذ والله العظيم احنا نريد صوت الحق. قناتكم الموقرة مدري بها صوتكم وتوصل أصواتنا يا أخي بس إحنا تعبنا والله تهسرنا يعني أرجع حاجتك الله وكيلك ومحمد كبير صار أسبوع أو خمس يوم والله العظيم نقطة مي ما فيها تشتغل مي حار وأسمح بالبيت الله وكيلك ومحمد كبير والله العظيم تخابر على قيل مقام يقول لك مو بيدي تخابر على السيدي مو بيدي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يعينكم والله والله مصيبة العراق مصيبة والله بلد بنهرين وأغلب المناطق دجلة والفرات قريبة عليها والمي مقطوع أنا أشكرك سيف والله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يفرج ويخفف عنكم يعني والله مصيبة مصيبة وعيب وعيب إلى متى يعني إلى متى لا مي لا كهرباء هاي بغداد العاصمة مكب ما النفايات شوارع محفرة يعني ما استحيتوا أنت والله عيب عليكم بس صدق يعني صدق إذا يعني يقول لك الحياة قطرة أبو ياسين من ديالة تفضل أبو ياسين حياك الله أخي عمر حياك يا أهلا بيك يا أهلا بيك أخي عمر الغالي قال تستحي قال لا قال اعمل ما تستحي نعم اللي ما شايف قلعة صالحة هي بحمصة بخاية الله شال البقية بقد الزبانة يعني طلع هذا الشاب الوردي طالب كهرباء قتلوه نعم الباحثين جاوزوا علي دول من دولة إيران يقول شنو علاقة الفستان بالكهرباء طيب ما مقتدى الصدر هو اللي يدعي نفسه حماية المعتبات المقدسة وزارة الكهرباء مو بمسيرتك احمي عايشة بس قاعد تنضرب قاعد الدجال يا منعول بعدين قال اللي تجاوزه وقالوا على موضوع الاستثناء هذا الشاب اللي اقتل ما طلع طلعوني طلع اصواتكم خلينا نسمع هذا الشاب اللي يقتل على كل عنوانه هذا يسوى 70 استثناء انا عندي شخصيا ولكن يا اخي عمر بالنسبه لموضوع الكهرباء يمكن بال 2016 نفس الشغله هي شغلتها بال 2016 هم قتلوا تبار بالبصره عمود الكهرباء وين الحلول مالتها؟ ماكو حلول اخي عمر انت قاعدين بالاردن مؤدماتها يمكن 12 مليار بالزايد، هم عندكم يتبين؟ هم عندكم ماب كهرباء؟ هم اقويت الفطور؟ ليش هذا العراق المؤدمة تعبون 100 مليار؟ وهذا الشعب يقتل جوع وعطش وحار وقتل بالدخانيات ويطالب بحقوقه واحنا نظل نعبد الكهنة يعبدون الكهنة عاطين سلسال الكهنة يعبدونه مو عيب عيب انت خلي لكم ولاء للوطن مو عيب اللي يقول لك احنا انت ايام زمانكم تستاني مو هذا الحقيقه عمي عمي شوف عراقكم وين صار وين باح اخي عمر هسه محافظه دياله قامت تزور ترى دياله محافظه ايرانيه تدعو عليهم 33 رافد من المي الايرانيين والله شاهد هسه ارتفاع المي بدياله ما يتجاوز النص متر ويطلعون يبجعون العامل وغير العامل والزباين نفايات ايران يقول فضل الدوله الاسلاميه علينا ولا نظهر الدوله الاسلاميه مو انساك تحول الكهرباء بدون فلوس اذا مو الخاطرنا خلي الخاطر العامل اللي يحتاج بوي مالهم الخاطر السيستاني الخاطر الصدر الخاطر عمال الحسين يلا خلينا نشوف وين ايران وقفت لنا ما هو سبب دمار الكهرباء دمرها ايران انه الناس استاجر سبب ايران نعم ابو ياسر القتل سبب ايران غزونا من امريكا سبب ايران تداول العراق كله سبب ايران والحد هسه تقولون ايران هي متفضله علينا موكلتنا راس ورجلين انت شنو من السياسيين نعم ابو ياسر وانت ذول السياسيين السنة شو تسوون قاعدين العمليات السياسيه البائسه مو عيب وخذي كهرباء ما فينا الشعب شعب يطلع الظاهر يقتل يموت على البيت يموت من الحار
جلساتي من فتوع عطلة خميس أربعة وخميس مستمرة مو بالحال. هو هذا الحال لا بالعقد والله في راح يقعد بالدارة جزء في تبريد جزءه هنا يقعد يجمع له بالضم والحار. هي حلولكم لو غيرها مثل حلول كورونا خلنا سنة بدول يعبدون الكهنة. أذكرهم استثنى إحنا بالوباء يحتوى مستشفى في إيران ما القلب كم مليار دولار كم مليون دولار عبر الإيران بكورونا. وين فلوس العتبات المقدسة خلي يشيل من عندها ويفتح الكهرباء لو أنا غلطان. أبو ياسين أبو ياسين من ديالك أنا معنا معنا أبو علي من الناصرية تفضل. أبو علي أبو علي تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ العزيز؟ يا هلا بيك أهلا وسهلا بك. أبو علي من الناصرية. يا هلا بيك عيني أبو علي تفضل. أستاذ العزيز هذه إحنا هسه والله العلي العظيم يعني متنا شفنا الويلات هسه قلنا افتكينا من الحكومة الأولية وجدنا هاي الحكومة راح نصير بخير. هسه النوب احنا يعني صرنا مو بخير صرنا حشاك انت يعني لأسفل السافلين. زين كهرباء ماكو تدري الماي عن بيتنا ايش بعد قسما بالقرآن 200 متر الشط عنا 200 متر ولحد الآن ماي ماكو حد الآن ماي ماكو. زين كهرباء يعني شلون واحد يتربك لا يتأشر لك بي اجت طفت اجت طفت ولا حد الآن كل شيء ما قبضناه منها. يقول لك أنا قاعد بالخضرة هاي العالم خلت تكاتر خلت سوى مظاهرات يا عمالتي بيها أنا ايه خلها تتكاتر تحرق يا عمالتي قاعد بالخضرة واخذ هذا أخي 60 وأخي 70 عمي هذي هاي الحكومة أكو واحد هوس من أيام قال هاي دولة عصابات ودولة استهتار دولة عصابات ودولة استهتار ويسمونها أن النوب شيعية برا اسم التشيع يا حرامية ما بيهم شريف الأمة علوية فرهدوا البلد للخلقوهم صار وإحنا للبلد صبحنا نزلية إحنا صبحنا نزلية كل شيء ما قبضنا. صح لسانك. زين أبو يعني أبو علي يعني معقولة 81 مليار انصرفت على الكهرباء خلال 18 سنة هسه نقول مثلا أزمة بمحافظة بمحافظتين ممكن تنقبل بسبب معارك اللي صارت ويا داعش كذا. زين كل العراق مقطوع كل العراق ما عنده كهرباء وما عنده مي شنو فسرها هاي أستاذي العزيز؟ الكويت يعني الكويت منطقة صغيرة يعني يعني يمكن ناحية أكبر من عدها هي يد شوف تعال يعني رواتب شنو كهرباء شنو يعني تتعجب إذا تشوفه هي يعني منطقة صغيرة. نعم زين إحنا من زاخو يعني أبسط المثال هذه محافظة الإعمارة يعني تنتج جايبة عندك يجي هذا النفط من زاخو لمن للفاو هذا يعني معقولة يعني دولة عظيمة ماكو دولة بدول العالم هالشيء ما غازي العراق تريد بس تلزم العراق تكمش بيه على السروات وإحنا كهرباء ما عندنا. يعني الأمر متقصد تعتبره لو بسبب الفساد؟ لا متقصد متقصد وفساد. أنا البارحة صدق بالله العلي العظيم يعني ألف دينار ما بجيبي أروح يبلي لتر بنزين احطه للمولد هذا السحب اليد وما عندي ظلت قاعد ظل معانا وعندي سجاد الله وكيلك كيف لك. نعم زين نعم صوتك مسموع ابو علي الله يعينكم والله يفرج عنكم ويفرج عن جميع العراقيين. أنا أشكرك أبو علي من الناصرية كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. Yeah.
أهلا بكم من جديد. طبعا مع تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في العراق وتجاوز درجات الحرارة حاجز 50 درجة مئوية، تتصاعد وتيرة التظاهرات المطالبة بأبسط الحقوق الأساسية، في حين تواجه السلطات الحكومية غليان الشارع بالقمع الممنهج والرصاص الحي، ومثل ما تكلمنا في بداية الحلقة بأنه سقط شهيد في ميسان في قلعة صالح وأصيب 5 آخرون. طبعا في سياق تفاقم أزمة الكهرباء بالعراق، انقطع التيار الكهربائي عن الجناح المخصص لمرضى كورونا في مستشفى الزهراء في محافظة واسط، وهذا يصير في كل المحافظات العراقية، انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في المستشفيات وفي صالات العمليات. السؤال، إذا تنقطع الكهرباء بالمستشفيات، هل الكهرباء تنقطع بالمنطقة الخضراء يم الجماعة؟ الجواب أكيد لا، لأن الكهرباء موجودة عندهم 24 ساعة، لكن بالمستشفيات عادة تنقطع الكهرباء. وطبعا كذلك تتفاقم حالة المساجين في السجون، هناك اليوم حالات وفيات حصلت في سجن الحوت وفي سجون أخرى بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وكذلك ارتفاع عدد المصابين بكورونا داخل السجون في العراق. مصائب كثيرة تحدث في العراق. نعم، معنا اتصال أحمد من كربلاء. تفضل أحمد. أحمد من كربلاء، أهلا وسهلا بك، تفضل. حياك الله يا عزيز. يا هلا بك، أهلا وسهلا بك. خصوصا الكهرباء. نعم يا عزيز، الكهرباء موجودة بالمناطق اللي هي محصنة. نعم، مثل المنطقة الخضراء وغيرها. يعني على المستشفى حلال، على المستشفى حلال تنقطع، بس على الخضراء على السياسيين حرام، ما يصير طبعا ولا يفكرون بيها. هذا اللي صاير. المشكلة اللي احنا نعاني من عندها انه مشكلة الشعب انه ما يختار اختيار صحيح. احنا نقول الشعب لو كان يعرف صح الكفاء، نعم، كان ما وصلنا لها خلا. زين، هي هذه شغل البلية ما يضحك. نعم. زين، بالاضافة انه نشوف اللي موجودة في كربلاء زين لا كهرباء، المناطق السكنية بيها كهرباء ولا ماء متواجد. يعني كثر اليوم قالوا قطع عام بالعراق صار. نعم. زين، قطع عام بالكهرباء، زين ما ليش انقطع اليوم؟ يقول لك كهرباء ماكو، ما نقدر نشغل المضخات. خوش حجة هاي. يعني زين، إذا المضخة جارة. إذا المضخة ما بيها مولدة والمستشفى ما بيها مولدة، هاي شلون هاي؟ هاي زين، هاي مو مشكلة، بس البنى التحتية ما موجودة. أصلاً الوزارات ما موجودة. يعني هسه احنا مو بس نقول يعني دولة لا دولة. احنا البنى التحتية والوزارات كلها ما موجودة. زين. ان شاء الله احنا نقول يعني هذه الانتخابات تكون هي الفيصل، هي البرهان. زين، الله المعين، الله يفرج عن جميع العراقيين. يكون وعي، اهم شيء يكون نعم، انه احنا نرجع اذا كان واحد مواطن صفر فراح كذلك. نعم، أني أشكرك أحمد من كربلاء، كان معنا رسالة على الواتساب تقول فيها: السلام عليكم أستاذ عمر، أني أم علي من العاصمة بغداد، تقول أني عندي سجين بالشعبة الخامسة بالكاظمية، رحت لمواجهة يوم الخميس، تقول تصدق القاعة ما سجن بيها 20 واحد ومخلي لهم مبردة وحدة وما بيها بوب وحارة كلش، ميتين من الحر. تقول وين وزير الحكومة أو وزير العدل؟ وين الحكومة؟ طبعا اليوم أعلنت خلية الإعلام الحكومي مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين باستهداف 61 خط رئيسي للكهرباء، وأكدت بأن فرق وزارة الكهرباء أعادت العمل للمنظومة بواقع 16,000 ميجا واط. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.